جدا ربما جدا ربما هذه الرسالة التي يجب العمل عليها، تغيير الصورة الذهنية انه الطائرات بؤرة لانتشار الفيروس، الى انها ربما بيئة فيها مخاطرة اقل كما تشرح لنا. انا مهتمة جدا استاذ محمد ان اعرف ما هي البرامج التي تدرسونها ضمن شركات الطيران وايضا القطاعات المختلفة المرتبطة بهذا المجال لإنعاشه، وربما إتاحة برامج يمكن أن تنشط حركة السفر أكثر بعد تخفيف الحظر من قبل عدة دول، والذي سيحدث في غضون الشهرين المقبلين. طبعا نعمل سويا مع جميع الحكومات في العالم، ونعمل سويا مع جميع المنظمات العالمية أولا لوضع الخطة الأساسية وخطة موحدة ورؤية موحدة لعودة القطاع، ويمكن تبني هذه الخطة من قبل الدول حتى لا يكون هناك في تباين وخطط مختلفة وطرق مختلفة في طريقة النقل الجوي من دولة إلى أخرى، وهذا الأمر الذي احنا بنحاول نتجنبه تماما. الأمر الآخر، بنعمل مع الحكومات على متى ما تم وقف نزيف وتدهور القطاع وانهيار القطاع، نعمل كذلك من خلال الوزارات ومن خلال الحكومات على إنعاش صناعة النقل الجوي وإنعاش الترافل اند توريزم ككل، كسياحة كإندستري، من خلال تقليل متطلبات الفيزا، رفع رسوم الفيزا، إعطاء يعني حوافز مادية وغيرها للمسافرين وللسياح حول العالم من جميع الدول للقيام برحلات سياحية، رحلات ترفيهية، رحلات عطلات نهاية السنة. فهذه كلها أمور نعمل سويا الآن مع منظمات أخرى عالمية للخروج ببرامج لتشجيع الناس ولتشجيع السياحة ولتشجيع السفر مرة أخرى، وطبعا بالحفاظ على سلامة الإنسان، بالحفاظ على الأمور الاحترازية لضمان عدم إعادة تفشي الفيروس في دول العالم. ما أكثر المناطق التي تضررت بسبب توقف السفر؟ والله الكل والجميع، كل المناطق تضررت. يعني الخسارات قد تكون طبعا متفاوتة من منطقة إلى منطقة، ولكنها proportional، يعني حسب ما كبر الصناعة وحسب ضخ الصناعة للناتج المحلي. ولكن في يجب أن نذكر أنه في أفريقيا، في قارة أفريقيا، للأسف التأثير سوف يكون حاد جدا، لأنه في منطقة أفريقيا وما كل يعرف أن يعني صناعة الطيران لها فترة من الزمن وهي تعاني، فهم بادئين من بلو زيرو. صحيح. فإحنا الآن التداعيات السلبية هذه أضرت بقطاع الطيران في قارة أفريقيا، ونعمل سويا مع جميع الحكومات ومع جميع المنظمات الدولية الداعمة للدول النامية في أفريقيا بمنحهم الدعم المالي والدعم المعنوي والدعم اللوجستي ودعم المعلومات ودعم الكوادر حتى لا ينهار قطاع النقل الجوي في أفريقيا، والذي هو من أهم القطاعات وأهم عناصر التنمية الاقتصادية في قارة أفريقيا. الأستاذ محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، تشرفنا كثيرا بوجودك معنا، ونتمنى أن يشهد هذا القطاع المهم انتعاشا مرة أخرى بعد أزمة كورونا.